صورة تعود للعام 1955 وتعتبر أنها كسرت المألوف في عالم التصوير، هي نتاج تعاون عملاقين في مجالهما في ذلك الوقت، المصور ريتشارد أفيدون وعارضة الأزياء دوفيما، من أجل تقديم غلاف لمجلة الموضة الشهيرة هاربرز بازار. وقتها اختار المصور فيلين من سيرك باريس بفرنسا ليكونا بطلي اللقطة مع العارضة المميزة، ومن هنا نتجت واحدة من أجمل الصور العالمية في عالم الموضة. هذه الصورة أيضاً كسرت العديد من القواعد، فالعارضة لا تنظر للكاميرا أصلاً ولا تقف متسمرة كما كان سائداً. هذه الصورة كسرت الحاجز بين التصوير القديم والحديث وكيفية تقديم الأزياء للمرأة في عالم الموضة، لأن العارضة لم تكن في هذه الصورة فقط مانيكان تعرض الفستان،